بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. نعم. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث عظيم اشتمل على عجائب وعلى معجزات من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وعلى تحذير وإنذار، وعلى بشارة وخير، ودل على ما أراده المصنف رحمه الله على أنه سيقع في هذه الأمة شرك. وهو الذي عقد المصنف الباب من أجله. فقوله لمسلم، أي في صحيح مسلم رحمه الله، روى هذا الحديث بسنده عن ثوبان، وثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عتيق للرسول صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه من ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي مشارق الأرض، زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوالي أو زويلي منها. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن الله أطلعه على جميع الأرض بأن جمعها له أمام عينيه، فرأى المشارق والمغارب. يعني رأى مشرق الشمس ومغرب الشمس، أو مشارق الكواكب ومغارب الكواكب، فرأى الجهتين الشرقية والغربية للأرض،
وهذا من معجزاته وخصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن الله يطلعه على ما يشاء من الغيب. وقال: سيبلغ ملك أمتي ما زوي أو زوى لي منها. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين بلغ ملكهم على مشارق الأرض ومغاربها، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وذلك بواسطة الجهاد في سبيل الله والدعوة، بواسطة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، حتى فتحوا البلاد واستولوا على ملك كسرى في المشرق وملك قيصر ملك الروم في المغرب، وهما دولتان عظيمتان استولى المسلمون عليهما، انتشر الإسلام، امتد من طنجة في أقصى المغرب إلى السند في أقصى المشرق. فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأعطي الكنزين الأحمر والأبيض، المراد بذلك أن الله جل وعلا أعطى أمته الأموال الذهب والفضة، الأحمر الذي هو الذهب وهو غالب أموال كسرى وأهل المشرق، والأبيض وهو الفضة وهو غالب أموال الروم. لما استولى المسلمون على بلادهم فإن الله أباح لهم الغنائم، أعطى الله أمته أموال هاتين الدولتين ليتقوى بها الإسلام وتنفق في سبيل الله، بدل أن تنفق لنشر الكفر والشرك صارت تنفق لنشر التوحيد والعقيدة الصحيحة، ويستعان بها على طاعة الله عز وجل. وفي رواية: ستنفق أموالها في سبيل الله. هذه أخبار غيبية أخبر عنها صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها فوقعت، مما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، وهي معجزات وآيات وبراهين على صدقه صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه دعا لأمته بشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته بهم، أنه دعا لهم أن لا يهلك أمته بسنة بعام، هذه واحدة، أن لا يهلك أمته بسنة يعني بجدب عام يعم أرض المسلمين،
وأما أن الجذب يقع في بعض البلاد فهذا واقع، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يعمم هذا الجذب فتهلك الأمة، استجاب الله دعوته ألا يهلك الأمة بسنة، أي بجذب عام، أعطاه الله ذلك. ولذلك وإن أجدب بعض البلاد فإن البلاد الأخرى أو النواحي الأخرى تكون مخصبة، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن كرامته على ربه أن الله استجاب دعوته لا يهلك أمته بسنة بعامة، الباء زائدة والله أعلم، بسنة عامة استجاب الله له ذلك. هذه واحدة. الثانية، دعا الله ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته، ألا يسلط الكفار على المسلمين، ألا يسلط الكفار على المسلمين فيأخذوا أرضهم، بيضتهم يعني أرضهم. استجاب الله له ذلك إلا إذا حدث في الأمة الفتنة بينها والنزاع والشقاق بينها، فإن الله يسلط عليهم الكفار حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي بعض الأمة، ويسبي بعضهم بعضا، فإذا حدث هذا في الأمة سلط الله عليهم الكفار، وما داموا مجتمعين، ما دامت الأمة مجتمعة فإنها لن يتغلب عليها أحد، وأما إذا تنازعوا واختلفوا وتقاتلوا فإن الله يسلط عليهم العدو، لكنه ليس تسليطا عاما يستأصل الأمة، إنما هو تسليط على بعض الأمة حتى يكون بعضهم، أي بعض الأمة، يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فهذا فيه التحذير من الاختلاف والنزاع بين الأمة، وأنه سبب لتسلط العدو عليها، وهذا واقع. لما كانت الأمة مجتمعة تحت إمام واحد، قيادة واحدة، سامعين مطيعين، هابهم أهل الأرض، ولم يجرؤ أحد على أن يتسلط عليهم. فلما حدثت الفتنة بين المسلمين، حصل بينهم الاختلاف والاقتتال، سلط الله عليهم العدو، فالعدو يتدخل عندما يختلف المسلمون، أما إذا اتحدوا جميعا فلن يستطيعهم العدو. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، إذا اتفقوا وتوحدوا فإنه لا يبلغ العدو منهم شيئا، حتى ولو كان العدو كثيرا، ولو اجتمع الناس كلهم لن يستطيعوا أن يستولوا على المسلمين. نعم، فهذا من التحذير من الاختلاف والنزاع، تحذير من اقتتال المسلمين فيما بينهم، وأنه يسبب تسلط الكفار عليهم. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما كان المسلمون متفقين
ومجتمعين لم يطمع فيهم العدو وإن حاول. فلما تفرقوا واختلفوا وتنازعوا وحصل بينهم الفتنة والقتال تدخل العدو بينهم، نعم. وزاد: وإنما أخاف. رواه البرقاني في مسنده، الإمام المحدث البرقاني رواه في مسنده الذي جمع فيه الأحاديث الصحيحة، رواه مسلم ورواه البرقاني أيضا الذي جمع فيه الصحيحين وغيرهما. وزاد البرقاني على هذه الرواية، نعم. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. زاد البرقاني في روايته أنه صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الأئمة المضلين فيما بينهم، العدو من خلفهم والأئمة المضلين من داخلهم، وهذه آفة أخرى إذا ظهر أئمة مضلون في الأمة فإن هذا يضر المسلمين. والأئمة المضلون المراد بهم ولاة الأمور المنحرفون والعلماء المنحرفون والعباد الضالون، إذا ظهر هؤلاء في الأمة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف عليها من الآثار السيئة، إذا فسد أمراؤهم وفسد علماؤهم وفسد عبادهم فهذا يجر على الأمة شرا. أما إذا صلحوا، صلح ولاة الأمور وصلح العلماء وصلح العباد استقاموا، فإن هذا يبقي على الأمة قوتها وعزتها وهيبتها، لأن الأئمة المضلين يضلون الناس، المضلين لغيرهم، لم يقل الأئمة الضالين فقط، إنما قال الأئمة المضلين الذين يضلون الناس ويدعونهم إلى الضلال ويحملونهم على الضلال، فهذا خطر عظيم، نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ومما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الفتنة بينهم، إذا وقع بينهم السيف أن تقاتلوا فيما بينهم فإن هذا يستمر لا يرفع. قد حدث هذا في مقتل عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، فلما قتل انفتح باب الفتنة على الأمة وحصل الاقتتال بين الأمة، وهذا سيستمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا وقع عليهم السيف لم يرفع عقوبة لهم، نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا محل الشاهد من الحديث، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام، يعني جماعات، جماعات وليس أفرادا، من أمته بالمشركين فيشركون ويلحقون بالمشركين في مذهبهم وعقيدتهم. فهذا فيه رد على من يقول إن هذه الأمة لا يحصل فيها شرك، فهذا الصادق المصدوق أخبر أنه قبل قيام الساعة سيحصل الشرك في هذه الأمة من جماعات منهم ترتد عن الإسلام وتدين بدين أهل الشرك، فيلحق فئام من أمتي بالمشركين، نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، نعم. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، نعم. حتى يلحق
حتى يعبد فئام من أمته الأوثان ويلحق حي يعني فريق من أمته بالمشركين ويعبدون الأوثان. يحدث في الأمة عبادة الأوثان، والأوثان كما سبق كل ما عبد من دون الله من قبر أو ضريح أو صنم أو شجر أو حجر، كل هذا يعتبر من عبادة الأوثان. وقد حدث ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فعبدت الأوثان والقبور والأضرحة وبنيت المساجد على القبور واستغيث بغير الله ودعي غير الله سبحانه وتعالى في كثير من البلاد. وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه رد على من يقول إن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، وأن هذا الذي يحصل عند القبور وعند الأضرحة ليس من الشرك، وإنما هو توسل، وإنما هو عبادة لله، وأن إلى آخره. فهذا خطر عظيم، وهذا أخطر شيء على الأمة. إذا فسدت العقيدة فإنها تفسد الأمة كلها، لأن العقيدة هي الأساس. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، وهذا خبر ثالث مما سيقع. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، لا نبي بعده، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. لكن رغم هذا سيحدث من يدعون النبوة بعده صلى الله عليه وسلم، فهذا إخبار معناه التحذير من طاعتهم تصديقهم. فمن ادعى النبوة بعد الرسول فهو كافر، كذلك من صدق مدعي النبوة فهو كافر، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وأما نزول المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما تواترت به الأحاديث كما في القرآن، الرسول يكون فعيسى عليه السلام إذا نزل يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعته، فهو يكون تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام، يكون من المجددين لهذا الدين، يحكم بالإسلام وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي برسالة مستقلة أو دين مستقل. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. هؤلاء كبارهم بلغوا 30، وأما صغارهم فهم أكثر من هذا، لكن كبارهم والمشهورون منهم الذين تنبأوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وغيرهم، لكن منهم من قتل استراح المسلمون من شره، ومنهم من تاب مثل طليحة الأسدي رضي الله عنه، فإنه تاب إلى الله رجع إلى الإسلام، كذلك سجاح تميمية تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى الدين، ومنهم من استمر على كفره ودعواه للنبوة حتى أهلكه الله وانقطع ذكره ولم يكن له أتباع فيما بعد. نعم. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم. فمن صدق من يدعي النبوة كفر، لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، بل مكذب للقرآن خاتم النبيين. هذه عقيدة لا بد أن تعتقد أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم،
وأنه خاتم النبيين. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذه بشارة، هذه بشارة مع هذه الأمور والدواهي والحوادث المروعة، فإن هذا الدين يبقى ولله الحمد، ويبقى عليه من شاء الله من هذه الأمة، ويستمر رغم ما يحصل من هذه الفتن وهذه الشرور. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. طائفة يعني الجماعة، طائفة يعني الجماعة، تبقى على الدين، على الدين الصحيح، سواء كان قليلة جماعة قليلة أو كثيرة، لكنها تبقى وتصمد وتصبر على هذا الدين. نعم. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا يضرهم عدوهم ولا من خذلهم ولا من خالفهم، بل يبقون مستمرين على الدين الصحيح، على الدين الصحيح. نعم. فيه مسائل. الأولى، هذا الحديث حديث عظيم، فيه تخويف وإنذار، وفيه بشارة في بقاء هذا الدين واستمراره رغم ما يحصل من الفتن والشرور، فإن الله يبقي هذا الدين ويبقي له من يتمسك به ويدعو إليه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الوعد الذي يكون عند نهاية الدنيا، فإذا جاء أمر الله ونهاية الدنيا فإنه ينزع هذا الدين، يرفع القرآن، ويبقى شرار الناس تقوم عليهم الساعة. الساعة لا تقوم على مسلم أبدا، وإنما تقوم على شرار الناس. نعم. فيه مسائل. الأولى، يكفي نقف عند هذا. الشاهد منه للباب هو أنه يحدث الشرك في هذه الأمة، يلحق حي بالمشركين من هذه الأمة، يلحقون بهم في بلادهم وفي دينهم، ويعبد فئام من أمته الأوثان، وهذا كله حدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه التحذير، تحذير من الشرك، تحذير من عبادة الأوثان. عندما يحدث هذا الأمر فيجب على علماء المسلمين وعلى المسلمين عموما أن يقاوموا هذا الشرك، وأن يحذروا منه، وأن يدعو الناس إلى التوحيد. فهذا هو المطلوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى